يعني حقيقة حركة في غاية الذكاء وشغلة العالم كله. خليل، أنا مش فاهم يعني الأوروبيين شو مشكلتهم في الموضوع؟ الأوروبيين مشكلتهم أنه النجاح اللي حصل في قطر ما راح يتكرر في مكان آخر. يعني قالوا ما لقاش عيب، قالوا يحمر الخدين. أنت عارف شفت في المكسيك لبسوه سومبريرو ما حد تكلم شيء. يعني شمعنا لبيليه اللي توفى اليوم، وحنعمل عنه تقرير بعد شوي. يعني أنتوا دورتوا ما لقيتوا إلا البشت، يعني هذا بالعكس اللي يفهم البشت. وجاري لينيكر أنه عم بيحكي على إذا هو رضيان، أنت شو دخلك بالموضوع؟ لا، وبعدين هذا تكريم لبس هم عارفين بإيده يعني. بالضبط، يعني رئيس دولة يلبس لاعب البشت وهو أفضل حاجة ممكنة بالنسبة للاعب، فأنتوا الانتقاد على إيش؟ غطى رقم 10 ولا شو يعني؟ يقول لك الصياح بشدة الألم. خليهم حلو. إيه يعني أول شيء يشكوا في البطولة وكذا وهذا وما نجحت. آخر شيء جو يعني صراحة الحركة أو الطريقة اللي لبس فيها ميسي يلبس البشت هذه يلبسون شيوخنا إحنا. يعني معطينا أفضل شيء تكريم له. أنت يا ميسي الآن شيخ الكرة. شيخ كأس العالم، شيخ الكرة أنت أحلان، ما حد مدرك خلاص. قصدي هو في قالوا لبسوه غصبا عنه. أنت شفت واحد كيف عم يابت الأمير؟ طيب كان ممكن قبل هو راي الكاس لكن بالعكس هو عارف إنه ملبسين شيء قيم، شيء يعتزون فيه، شيء يلبسونه ولاة أمورنا يعني، وإحنا نعتز بهالشيء. لكن مثل ما أقول لك أنت، كانوا أنصار المثليين وما قدروا يمشون كلامهم إيه، ودولة قطر صراحة شددت على إنه يعني لا مسات لثوابتنا وعقدتنا، أشياء ما نقبل فيها ونجحوا فيها. وجو آخر شيء ما حصلوا شيء، قالوا والله تعال هذا ملبسين البشت قصبنا عنا. طيب أنت يا لينكر اللي فريق طلع من دور ثمانية، إيش تبغي في ميسي لبس البشت ولا ما لبس البشت يا أخي؟ أنت من أوروبا وهذا من أمريكا الجنوبية، إيش تبغي فيه يا أخي؟ وهو وافق صاحب الأمر، وافق ولبسه واحتفل فيه. شفت عندي مايكل بلاك والتلفزيون الألماني شوي تاني في بكاء. يعني أنا ما أدري خروج الألمان يبين الحزين في هالبطولة، أعتقد سبب لهم بعار. الآن جالسين يخططون من جديد عشان يبدون الشعب ماخذ هذه البطولة كم مرة، ومع هذا فشل ذريع بالنسبة للفريق، لذلك يتحججون بالأشياء الصغيرة ممكن عشان تنقذهم في المستقبل. بس حتظل الأجيال هاي الصورة. الأجيال هذه خلاص، هذا الحين هاي بصمة، ما هيك راحت من هون ل تخلص التصوير ولا ده إنه حتقول ختم الكروية في الدولية بالبشت. بالبشت العربي. على ذكر البطولة كمان بالإثارة، أكثر بطولة مثيرة في التاريخ. أنا مثيرة من من الـ 74 بشوف بطولة. نتاج غير متوقعة مصطفى. أنا من الـ 74، أنت من أي سنة؟ أنا من لا 8 قبل؟ 8 بعد 78، أنا من 74، كانت بألمانيا الغربية. فرق بين أربع سنوات. إي بس ما شفت بطولة بهالإثارة. ما في الإثارة من أول جولة. من أول يوم فاز السعودية على الأرجنتين. المفاجآت اليابان تغلب المغرب تطلع رابع العالم، المغرب تطلع رونالدو، اليابان تضرب ألمانيا، أنا أعتقد كوريا توصل للدور بعد 16، وتونس تفوز على فرنسا، واليابان تفوز على ألمانيا. يعني أنا ما أعتقد في بطولة راح تحقق فيها هذه النتائج. مين شجعت بالبطولة غير أنا؟ البرازيل طبعا. البرازيل. في البداية هارد لك، وأنت هارد لك كبرت لك وأنا هارد لك. ما في حدا كله هارد لك. يلا مبروك على ميسي.